اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. دكتور احمد ثابت، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله كله تمام. ايضا الاستاذ صبري سراج، ازيك يا استاذنا؟ مساء الفل يا كابتن. ايه؟ الحمد لله كله تمام. مش متعود على دكتور واستاذ لازم نعمل كده. اخباركم ايه؟ كله تمام؟ تمام. طيب النهارده هنتكلم في موضوعين مهمين او حدثين الحقيقه. معانا اخبار عن نادي الترجي التونسي، وزي ما قلت لحضراتكم خلال هذه الفتره احنا لسه 18 يوم على المباراه الاولى، ولكن هنفضل دايما نتكلم عن الترجي يوميا. كل ما يجي لنا خبر كويس او نقدر خبر نقدر نقوله هتلاقونا بنقوله دائما عن الترجي. اما الجزء الثاني فهيكون مختص بالتحليل الفني لمباراه بكره ان شاء الله، النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. ثابت، خليني ابدا معاك في موضوع المؤجلات الاول، الكلام فيما يخص موضوع المؤجلات على النادي الاهلي والكلام عن فتكات وعواطف ومش عارف ايه والكلام اللي بيتقال ده. في الشهرين الاخر تحديدا كنا نشوف اي برنامج، طبعا اللي هم يعني ما بيحبوش النادي الاهلي، لا يقول لك ايه هو ليه النادي الاهلي لعب 11 ماتش بس في الدوري، الفريق الوحيد، مقابل ان في انديه ثانيه لعبت 18 و17 و20. طب يا جماعه، ما هو النادي الاهلي لعب 11 ماتش، تعالوا نحسبها كده مع بعض ونشوف. هو اولا بس احنا فتحنا الموضوع ده تاني ليه؟ لان في خبر امبارح الحاج عامر حسين صرح تصريح، قال معانا برضو التصريح، قال ان حسام حسن، طبعا طولنا سمير لو سمحت، مدرب منتخب مصر، طلب الحصول على اسبوع قبل كل اجنده دوليه في اتفاقه مع احمد دياب، وبالتالي سيتم ايقاف الدوري يوم 26 مايو وانطلاق المعسكر يوم 27 من الشهر نفسه. فطبعا كان المفروض ان التوقف الدولي الجاي هيبقى يوم 3 من الشهر الجاي، فانت كده بتاخد اسبوع من الشهر الاخير ده، وبعدين هيتم تاجيل ماتش تاني للنادي الاهلي. فهل ده ذنب النادي الاهلي ولا مدرب منتخب مصر اللي طالب كده؟ برضه حصلت قبل كده في المعسكر الاخير اللي هو كنا بنلعب فيه كرواتيا نيوزيلندا، المعسكر ده تم تاجيل فيه مباراه الاهلي وانبي بناء على طلب الكابتن حسام حسن بالتجمع اسبوع. اذا المؤجلات اللي بتحصل دي رقم واحد كده مش ذنب النادي الاهلي، ادي سبب. يعني انا هقول لحضرتك الاسباب اللي بتحصل عشان بس ننهي النغمه اللي بتحصل، يقول لك الاهلي ليه لعب 11 ماتش، ده اول سبب. تعال نبص على السبب الثاني، هو الاهلي بدا الموسم بايه؟ النادي الاهلي يا جماعه، في برضو بعض الناس بتطلع في البرامج تقول لك اصل الاهلي لعب 35 مباراه بس في الموسم. ازاي ما هو لعب 35 مباراه؟ انت عارف الاهلي سافر كام دوله؟ سافر 11 رحله طيران بره مصر حقيقي من اول الموسم. 11 رحله طيران ازاي؟ اول حاجه احنا سافرنا السعوديه 3 مرات، رحنا السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه، كاس العالم للانديه، ولعبت نهائي كاس مصر في السعوديه قدام الزمالك. ادي 3 سفريات السعوديه. لعبت في سافرت في الدوري الافريقي مرتين، تنزانيا وجنوب افريقيا. سافرت الامارات في كاس السوبر لما لعبت فيوتشر ولعبت سيراميكا. دوري ابطال افريقيا، تعالى بقى انت سافرت الجزائر قدام شباب بلوزداد، سافرت ميدياما في غانا، سافرت تنزانيا مرتين، مره رحت لعبت يانج افريكانز وسافرت تنزانيا دي متعبه جدا، سافرت ليانج افريكانز وسافرت لسيمبا، سافرت بعد كده مازيمبي. فكل السفر ده هي مش بتتحسب بعدد الماتشات، ما انا ممكن العب كل يوم ماتش بس انا بلعب تحت بيتي، بلعب مثلا صحيح. في حته، لكن انا بلعب فين؟ بسافر دول، انا بسافر 11 دوله. النادي الاهلي طلع ب 11 رحله طيران بره مصر. بعد كده تعالى لو نعرض بس جدول الدوري برضو معانا، الناس بتقول لك هو ليه الاهلي لعب 11 مباراه؟ طب ماشي، مقارنه برضو بالمنافس نادي الزمالك، نادي الزمالك لعب 13 ماتش بس. اوكي، طب ما يا جماعه، ما هو نادي الزمالك برضو لعب 13 مباراه، والنادي الاهلي لعب في 3 بطولات زياده عن نادي الزمالك. هما ايه الثلاث بطولات دول؟ الدوري الافريقي، الفريق الوحيد في مصر اللي لعبه، كان ساعتها كان في شهر من 20 اكتوبر ل 1 نوفمبر الاتحاد الافريقي الكاف قال ايه؟ قال ان اللي هيلعب في الدوري الافريقي مش هيلعب في الدوري، لانه بيسافر تنزانيا ويرجع ذهاب واياب، ويسافر جنوب افريقيا ذهاب واياب، وبالتالي هيتاجل له الماتشات. بعد كده برضو كاس العالم للانديه نادي الزمالك ما لعبش فيه، كاس السوبر المصري في الامارات، يعني انت سافرت 3 سفريات 3 بطولات نادي الزمالك ما لعبش فيهم، ولعب زياده عن النادي الاهلي ماتشين بس في الدوري. صحيح. يبقى ليه الكلام تحديدا عن النادي الاهلي؟ نقطه كمان نقدر نرد بيها عشان الناس تتفرج. ها، تعال شوف ترتيب ماتشات الاهلي، يعني ماتشات الاهلي من اول الموسم، النادي الاهلي سافر الاول السعوديه في السوبر الافريقي، بعد كده راح سافر اثيوبيا مع سان جورج، بعد كده راح الدوري الافريقي، قعدنا من 20 اكتوبر لغايه يوم 1 نوفمبر، دي كانت بطوله الدوري الافريقي، بعديها لعبنا كاس العالم للانديه، بعديها لعبنا كاس السوبر المصري،
بعد كده في يناير التوقف الدولي بتاع كاس الامم، بعدين رجعنا على سفريتين الجزائر وغانا، بعد كده لعبت كاس نهائي كاس مصر قدام الزمالك مع السعوديه، بعد كده سافرت سيمبا، وبعد كده الكونغو في مازيمبي. فانت مفيش وقت اصلا. النادي الاهلي هو اكتر، رغم ان الناس بتتكلم ان هو لعب 11 ماتش، لان هو اكتر نادي في افريقيا بيلعب ماتشات، واكتر نادي بيتضغط، واكتر نادي لعيبته موجوده في المنتخب، واكتر نادي بيتضر من الكلام ده كله. والمشكله كمان ده في مشكله تانية الناس مش واخده بالها منها، هتيجي مشكله الاولمبيات. النهارده لما مدرب المنتخب الاولمبي ياخد امام عاشور مثلا وياخد محمد عبد المنعم، الكلام ده لو اخده، هل احنا هنلعب الدوري من غير الاثنين اللعيبه دول؟ هتحصل برضو نفس المشكله اللي حصلت من حوالي سنتين، ولعيبه النادي الاهلي راحت الاولمبيات واحنا عندنا دوري. عندك ماتش بيراميدز يوم 12/7 وعندك ماتشات تانيه. تمام؟ فده لا ده كل ده، بس احنا بنرد يا ريت النغمه دي تنتهي، ان النادي الاهلي في نقطه كمان، يعني احنا بنتكلم على ان النادي الاهلي لعب 35 ماتش بس، فهل هو ده رقم قليل اصلا؟ طب ما تيجي نشوف، يعني زميلنا احمد غمري عامل احصائيه لطيفه قوي، الاربع انديه اللي وصلت لنهائيات بطولات افريقيا، دوري الابطال والكونفدراليه، كل نادي منهم لعب كم مباراه من اول الموسم، ونشوف احنا فين، والمنافسين اللي منهم منافس محلي فين. الاهلي لعب لحد النهارده قبل ماتش بكره اهو 35 مباراه. اوكي. نهضه بركان لعب 35 مباراه. الترجي لعب 32 مباراه. نادي الزمالك لعب كام مباراه؟ 25. اوكي. فمين اللي بيتكلم يعني؟ انت تقصد على الاربع فرق اللي وصلوا النهائي هنا والنهائي هنا. بالظبط. ادي اربع فرق وصلوا لاخر ليفل واخر اخر محطه في كل بطوله افريقيه من البطولتين اللي بيتلعبوا. ثلاث فرق منهم لعبوا اكتر من 32، فرقتين لعبوا 35 وفرقه لعبت 32، ونادي الزمالك لعب 25 مباراه. فمين اللي بيتكلم عن ان، او مين يحق له انه يتكلم عن ان الاهلي عنده مؤجلات كتير؟ هو مطلوب ان الانديه كلها تبقى السنه الميلاديه بتاعتها 12 شهر والاهلي 14 عشان نلحق نلعب زينا زي الناس؟ يعني هل ده مطلوب نعمل كده؟ نعمل سنه الاهلي 14؟ هيقول لك ايه؟ يقول لك الترجي لعب كام مباراه في الدوري؟ يعني ساعتها يقول لك ايه؟ اصل ده الترجي لعب كام مباراه في الدوري؟ ساعتها احنا هنرد عليه نقول له ايه؟ اصل الترجي ما لعبش في كاس العالم للانديه، صحيح، ما لعبش في الدوري الافريقي، ما لعبش في السوبر، لعب في الدوري الافريقي، سوري انا اسف، لعب الدوري الافريقي كاس العالم للانديه، فبالتالي كاس السوبر المصري مثلا في الامارات، في الامارات، صحيح. بالتالي هو ده فرق الماتشات اللي لعبها الترجي في الدوري. ما بالظبط، عشان كده انا بقول هل احنا محتاجين ان التقويم السنه الميلاديه بتاعت الاهلي تبقى زياده شهرين عشان نلحق نلعب ماتشات اكتر في الدوري، فالناس ما تبقاش متازمه؟ يعني هل احنا عندنا مشكله ان احنا شطار وناجحين فبنلعب في بطولات كتير وبنوصل فيها لاعلى ليفل ممكن، فنتعاقب على ده؟ فليه الاهلي لعب ماتشات قليله في الدوري؟ طب الاهلي لعب اكتر عدد مباريات في الموسم في كل افريقيا اهو، يعني اكتر نادي لعب في افريقيا مباريات السنه دي. ده حقيقي وده واضح للي عايز يشوف، يعني تقدر سهل جدا ان انت تخش تشوف تعرف. والحقيقه صبري هنا كان بيتكلم على الاربع الانديه اللي وصلت ليه، سواء الاهلي والترجي في نهائي دوري الابطال، او الزمالك ونهضه بركان في نهائي البطوله الكونفدراليه. ثلاث فرق لعبوا ما بين 35 و 32، منهم النادي الاهلي، والزمالك لعب 25 مباراه. يعني عشان برضو للناس اللي عايزه تتكلم في هذا الامر فيما يخص النادي الاهلي، انا ماليش علاقه باي حد تاني، ولكن انا هنا بتكلم عن النادي الاهلي.